يا ترو الان عندهم ما بقاش اوه هناك شيء غريب. انا صراحه انتظار انا انا ولكن شوف انا عجبني كيف تخدم مباشره كاسبار يكون في الوان في ولكن كان لافرا يقول لا بضع من معارهيت تليها ويكون فيها هيد شوت مباشره على الاستاذ جاتو من جهه اخرى. نشوف انه انفستر يقوم بالروتيشن تاعو التري في موجود ادفانتج للفريق جي كي حتى يكون هذا كافي من كاكتيزيو يدخل من هنا وسط السايد يحاول البلانتينغ مباشره من السيتي موجودين هنا فريق جي كي يحاولون الدخول لكن فوكس يامينغ موجودين الاول والثاني كاكتيزيو يسلم التشريط وغيكون في التربل كيل لا كاليفرا موجود وغيكون فيها فوز اول للمهاجمون فوكس يامينغ في الراوند رقم واحد على السايد بي سايكو ممكن يرمي سنيك فايتر يكون كلاود فلاش موجود حدا ام هانتر يضطر انه يتراجع الى هذا الباك سايد الفوش موجود يعرفوا مكانه ام هانتر ممكن يصير فوش من كاكتوزيو ولكن سبراي رقم هذا يموت هذا كاكتوزيو ويف انفستر يخلع الكل 1 فور 1 فليك جميل من تاتش دبل لكاليفرا والسايكل خليها في 3 في 2 الان اوكي 3 في 2 موجوده وهنا فوكس يامينغ عندهم ادفانتج العدد موجودين في البومب سايد بي والبنتنج موجود من طرف الاستاذ كاليفرا هيز فيري فيري لو بهذا الامم تاعهم من اخرى هنا كورتيج من طرف الاستاذ كاسبر يبعث الرؤوس هيشوفوا في الباك سايد هنا ولكن ما يكونش فيها كل احد على السايكو هو كمان فيري فيري لو الان يبقى الاريت هو الوحيد لهالتي نف هناك في بومب هناك في الباك سايد فيها كل من طرف فروان يعاد له الان تشوف موجود لكن سبايك از اوريدي بندد الوحش يداهمهم الان فروان يدخل محور البومب سايد بي هيشوف فيها كاليفرا هيكون فيها كل كاليفرا فيري لو ياخذ فيها كل في الون فير سيتويشن يبقى كاسبر امام الاستاذ ياخذ فيها كل ولكن كاليفرا 10 اتش بي سيكون كاش مع فريقه في حمامه في ربما هيتس وفيها كل وكاسبر هيكون كاش مع فريقه جي كي هيكون فيها ديفيوز لهذا سبايك وغيفوزوا بالراوند رقم الثاني على التوالي في هذه الخريطه كاسبر في 1 في 2 ميسي من الاومر من ناحيه الهيفن ولكن حذاري كاكتوزيو شويه دينك موجود يتم زرع سبايك هل في محاوله كانسل بجيب لاعبي جي كي او لا فريق المغرب ينجح في زرع هذه سبايك كاكتوزيو ينتظر فيهم بالسكاكين ولكن 31 هيلث بوينتس والبانك جميل جدا من افر 1 كاكتوزيو يضطر انه يتراجع هذا كاميرا التجسس ممكن يتم استعمالها ايم هانتر من ناحيه الهيفن سيكرز والفلاش كل يوتيل تيتم استعمالهم فريق جي كي الهيفن موجود كاسبر من الاول ايم هانتر بالثاني الدبل موجود كاكتوزيو يتريد ولكن تاتش مع انفستر يخلصوا هذه الجوله والراوند ثالث لفريق جي كي مهم للغايه فريق فوكس جيمنج بدراي بيكس الى حد الان فلاش موجود من كاسبر ينتظر في البوش ممكن يبحث على بيك ولكن سموك من كليفر اون تايم البوش ممكن يكون موجود من كاسبر هيد شوت اول هيد شوت ثاني من كاسبر الثالث من كاسبر والرابع من ام في بيز الى حد الان في المباراه اوهو داتش من دبل دورز يتخلص من بسايكو بول بانك على ما يبدو او صار بوش مشكل كبير لفوكس مشكل كبير عدم وجود الفايبر على ما يبدو عند الالتيميت ولكن مات الان من تيم فوكس للبوش مازال موجود دبل دورز يخسر حياته كاليفرا كاتوزيو هو الوحيد انت هو لسه قادر يفعل اي شيء ولكن اف ار 1 بدبل ماذا يحدث في صفوف الفريق المغربي يبقى لاعب وحيد اللي هو ار هيت يعرف ان الريز لو اتش بي هل قادر ياخذ الكل فلاش جميل ولكن ار هيت رقم الفلاش ياخذ الكل ولكن امامك لا اف ار 1 وممكن تصير اكزيكيوشن ولكن حذاري على الشو ستوبر ممكن يجد بي يتخلص من سايكو المكذب في الثاني مهانتر كان موجود معاه البوش في التوقيت المناسب هذه قوة فريق جي كي دائما موجود لاعب تو تريد دائما موجود لاعب تو دبل بيك وصراحه الانفورميشن باسنج روعه فريق فوكس موش يجد في اي جواب كاسبر بكل رابع يبقى لك كاكتوزيو لا حول له ولا قوه مش قناه نشوف فيها بلانت من طرف فوكس جيمنج تري التيميت مستعمله في هذا الراوند لو خسروا هذا الراوند تكون الظروف صعبه للغايه لفوكس جيمنج جهه اخرى جي كي عندهم سكاي تستعمل الاسم تنزع مباشره الان ويكون فيها سيكرز ويكون فيها رومين انفورميشن جهه اخرى ينفس الموجود في الويندو يدخل نحو الهيفن يا سلام الكل اول موجود من طرف كاليفرا وكاكتوزيو كاسبر يليها ياخذ بعد جو يا سلام كاسبر وداش موجود ولكن طيب يقول لا الون فور موجود الان يا سلام الرهيب ارهيد العفريت مازال يحاولون يستمرون في البوش هنا نحو البونسات اي في حمامه اولى من طرف هادير انت بايوتيك يا سلام يتقدم هناك كارتيزو انت مسجل فيها بارانويا من طرف هذا الاومن يحيد هنايا المارك من طرف السايفر نشوف البلانت لا في هيفن يا سلام كاسبر الاول والثاني موجود ولكن تشوف لك اليها نشوف انا 1 في 3 سيتويشن موجود الان انت بايوتيك سيكون كاش فريقه يتقدم نحو هذا البونسات اي سيكون كافي هذا للبلانتينغ يتقدم عنده فانتوم فقط 71 اتش بي عنده اي عنده ولا شيء واحدة يبحث على انفستر يبحث على ولكن غير كافي انفستر ممتازة المثالية مثل ما كنت نحكي لك رغم انه عندهم يوتيوب تسمح بهذا الشيء ولكن انت طيب يا يورك يا سلام في هيد شوت على كاسبر صراحة كاسبر كان جريدي فيها شوية حقيقة هذا البوش ولكن سيكرز يتم استعماله من جانب عن طيب يورك ولكن يموت عادي انفستر يحفظ على سبراي وول بانك ولكن سايكو يتخلص منه الان السايكو مازال بوشنج في هذا السايد هل ممكن في سبراي سبام من وراء السموك الى حد من دون اي كل لاعبي جي كي يعرف انه سيتم زرع سبايك في هذا المكان محاولة الكانسل
للزرع بهذه البين. تشيلزي لحد الان اوفميت موجوده. افر وان سبراي يتخلص من رهيب. لحظه الاوفميت من كلافرا يموت على يد ام هانتر اللي كان بين الاوبريتر. 2 في 3 تبقى موجوده. افر وان عارف المكان. شوت يتخلص من كاكتوزيو. يبقى لاعب وحيد اوف سايكو. لاب درافت موجوده من ام هانتر. و 1 في 3 ماذا تفعل يا سايكو؟ محاوله الديفيوز ياخذ كيلو ولا داتش. او ماي جاد الثاني 1 في 1 تبقى موجوده. يا سايكو يا سايكو على سارك افر وان لو اتش بي موجوده هل ممكن يبايك الان مره اخرى الفيك ديفيوز على يسار سايكو. او ماي جاد سايكو ال 1 في 1 البويزن كلاود الديفيوز الكوميتمنت سايكو الان افر وان يلا الفيك موجود ياخذ عليه الكل وقادر انه يديفيوز في الوقت المناسب. رهيت للدفاع على هذا البوم سايد بهذيك الجو تاعو نشوف اذا كان هذاك فيها الحمام موجود. سموك موجوده داشين من طرف هادي الجات موجوده ويطرف صعب ايم هانتر ياخذ فيها كل كان ان 45 كانت تجي عادلها يحاول ان انسب يوسيك ياخذ فيها كل يسلم 3 في 3 الى حد الان هذا البوم سايد بي ماي جاد كاتوزيو بهذا كاسبر ما يرحمش هو كمان هيد شوت بهذا الكلاتش ولكن تعرف على مكانه اللاعب سايكو هل ممكن يقوم بالبوش كاسبر بيت شوت على سايكو ب 10 هيلث بوينتس يبقى في يوم مع كليفرا هل يجيبها ممكن يكون الكلاتش ممكن يكتب التاريخ في هذه المباراه الافتتاحيه لسرايك اريبيا الان خلينا نشوف الان البوش من كليفرا في الباك سايد كثير من الانجلز لازم يشيكهم ولكن لاحظ مكان كاسبر شيقوم بروتيشن سجلت في نفسه فلانك على كليفرا يا كاسبر لو تعملها ستكون ذكي جدا كاسبر 7 ثواني هذا طول مدة السايبر كيج المرمية موجودة ممكن كاكتوزيو يجد بيك ولكن يخسر الدول ضد افر وان اللي بالسبكتر كاكتوزيو غريبة منه صراحة ولكن كليفرا يسمع في ستيبس طيب يوطيك من الشورت يتخلص من انفستر 1 فور 1 إلى حد الآن ولكن ايوه ماي جاد انا ميستيك كبيره جدا وافر وان ما يرحم البوتم تاعو عنده نانو سوارز ولكن هل سيكون هذا كافي عنده فانتوم يتخدم ياخذ الكل الاول رهيب يتخدم يكون راسي فريقه فيبحث عن الرؤوس يبحث عن الكيس يبحث على ربما ال 1 في 4 نحو البمسايكو بسايكو يليها الان 2 4 0 لحد الان 2 في 2 موجوده من طرف فوكس جيمنج هل سيفعل هذا افر وان وداتش يقولون لا يبقى رهيب وحيد ياخذ الكل الاول رهيب في الوان كونستيوشن وداتش يلحق الرؤوس رهيب يا سلام يكون فيها كل هذا الروبوت للاستاذ ارهيد والان السبايك موجود ما هي اجابه فوكس جيمنج غنشوف ريتيك ربما ياب شوف ريتيك ولكن تحرك مازال بطيء شويه من فريق فوكس جيمنج والوقت قاعد يعني تيكينج في كليفرا وبسايكو وكاكتوزي مازال يتحرك ولكن سيكا ستريم تعمل هذا البوش بها الفلاش موجود ارهيد بيك الاول لكن ايم هانتر افر وان يقتل زميله يقتل ايم هانتر بهذه الشو ستوبر مش هذا المطلوب يا ايم هانتر في جوله مهمه مثل هذه يحاول يهرب بهذه الفلاش باك ريد بالالتيميت ولكن كليفرا يتخلص من افر وان اقتحام السايت موجود من فريق فوكس جيمنج الفيك ديفيوز البارانيو نوتين مش فلاش كاكتوزي موجود في التريد يتخلص من داتش يبقى لاعب وحيد انفستر من راس موك بسبراي يتخلص من كليفرا ال 1 في 3 مش قادر سايكو بسبراي بهذا سبكتر يتخلص منه وحدين يبحث على ربما الانتري هيكون فيها كنترول ممتاز جدا من طرف الفريق كليفرا كليفرا كي موجوده ايم هانتر يعادلها وكليفرا مات وصلت الان تشوف رول لحد الان يا سلام هيكون فيها ايم هانتر بالجوكر دبل كيل كان صعب يوريك ياخذ فيها كيل وكمان هل سبايك بلاند اوريدي هذا بيك يتقدم عنده سكاي مساعه سكاي 1 في 1 وياخذ فيها كيل انستنتلي بهذا الفاندوم تاعه يبقى هذا سايفر نيفستر 1 في 3 للدفاع والريتيك هنا هل انت سبيس موجوده كان رهيب هل افريت رهيب هل رهيب رتم للفول باي الاخيره كليفرا يعرف هذا بوشينج من ناحيه الويندو لكن حذاري ممكن يخسر حياتهم طيب يعطيك بيت دبل هذا كليفرا يقطع روتيشن ياخذ كيل على كاسبر يبحث على الثاني لكن فريق جي كي يبقى له لاعبين فقط على قيد الحياه فروان يغير المعطيات يتخلص من سايكو تبقى 2 في 3 كليفرا على السبلنتنج لهذا السبايك موجود اف 1 وراه للمساعده يلعبوها مع بعض يتقدم من حول وسطي رهيب ياخذ الكل الاول يبقى الاستاذ اف 1 1 في 2 يقدم للايم تاعه فيها بوم هل سيكون هذا يا كاكتوزيو ممكن يصير في بوش ولكن لا اتس تايم لزرع هذه سبايك والفيك بلانت موجود كاكتوزيو ب 26 هيلث بوينتس البوش من اف 1 رهيب موجود في التوقيت كاكتوزيو ممكن مره اخرى بالاوبريتر او ينتظر في لاعب اخر من فوكس فريق جي كي العطيه بطريقه باسف جدا فيتل وش بيس باب من سايكو من هذا السايد ايد هذه سموك موجوده اغلاق ديال هيفن سايد الفيجن مش موجوده داش موجوده رهيب خالص من ايم سايكو موجود كل اول مش قادر ياخذ الثاني ريدت من ار هيد تبقى 4 في 1 فيفر معقول يعني 6 جولات متتاليه يكون فيهم فريق كاليفرا ماي جاد ترانسفير جميل الثالث لكاليفرا وكل من انتاي بايوتك يبقى انفستر وحيد على قيد الحياه جوله كانت صعبه على جي كي من ناحيه الباي ولكن يا جي كي ماذا صار يا جي كي يا انفستر يتمخ الكل على كليفرا تريد باش يكون موجود او ماي جاد خلت الاحترام طرف فوق جيمنج ياخذ فاو بريدر على انفستر يبحث عن الكلاش مع
فريق ولكن انتيبيوتيك ما يرحمس اي حس مش مشكل. هذا هو كل شيء. كان يفرح كان يقوم بتريبل كيل كلاش مع فريقه كاكسيسيو يقوم ببعض قلة الاحترام بسكاكين ولكن في اخر مطاف انتيبيوتيك كان موجود. هذا التريل بليزر الى حد الان كاليفرا ما تعرفوش على مكانه كاليفرا ما تعرفوش على مكانه كاليفرا ممكن يبوش الان كاليفرا قدامه موجود كاسبر ياخذ على الكل بيجل بدايه رايحه على فريق فوكس جيمنج تريد موجود من كاليفرا 1 فور 1 وهذا السيكر سيتم استعماله طيب ايوتك سايكو يتخلص من ايفر 1 ايفر 1 ببيتشنز ياخذ على الكل البارانويا موجوده حدا كاكتوزيو البوش من الاي بي جي كي داتش يتخلص من طيب ايوتك اي مانتر يزيد الكلام كاكتوزيو يتخلص من داتش 1 في 2 1 في 2 موجود من طرف الجيت المغربي كاسيو يتخدم عنده اوبريتر هذا الروح الويف موجود يا السلام ورد انها رصاصة واحدة كانت موجودة دبل بالر يستاذ السلام كومو بروتيشن من ناحية الميد ولكن ممكن يصير بوك بيك من سايكل ذا 1 في 1 بين ارهيت وكاسبر جامب بيكس موجودة ارهيت 73 هيلث بوينتس ينتظر انه يقطع الروتيشن من ناحية الكيتشن ولكن دخول سريع للجي كي يزرع سبايك يا اوريدي سبايك مزروع الان ياتو كاسبر بهذا الرايت كليك فيها هيد شوت وفيها كل الكل الاول موجود على ارهيت اللي كان فيري لو لحد الان الجي كي عندهم الادفانتج سووا هنا البندنج السبايك ويدافعون عليه هناك ليفر موجود في وسط السايت بهذا الصوب نتاعو يحاول يجيد سبايك ويجيد ربما في هذه فيوز ولكن مشات اخرى جي كي يقومون فيها ونس اجين كاليفرا يحاول الكل ايم هانتر هو واف ال 1 ياخذون فيها كل ساكتوزيو يعادل الان 2 في 4 موجود من طرف الفريق المغربي هل تكون هذا كافي ام لا كاسو يبحث عن هذه السايت صعبه جدا تاتش ما يرحمش تو ذا وول يبي رايت كليك ياخذ فيها كل والان يبقى سايكو وحيد ويتيم للدفاع على هذا السبايك للديفيوز ربما الوقت يداهمه مش عنده الوقت الكافي وكاسبر ياخذ الفايت وشوف كميه ستولينج الموجود مثلا سايكو بين الفايبر رهيب تخلص من انفستر بدايه قويه ناحيه الدفاع بس ما كنت نحكي لحظه الانجل موجود كذلك على ان سايبا يعطيك فريق جي كي يجبر انه يقوم بروتيشن ولكن ينتظر فيهم ارهيت ارهيت يحاول يقطع روتيشن ارهيت ارهيت بالثاني تريبل كل لحد ارهيت وايم هانتر بالشت داون 13 ثانيه فقط ما زالت 11 لايم هانتر ولكن لا مفر لا هروب من الفريق المغربي من ثعالبه الصحراء 6 ثواني فقط 5 ثواني وتخيل انه يسيف الفاندل فريق فوكس جيمنج درس بالضبط هذه جات غتكون كلتش الالتيميت والسيكرز مستعمله من طرف هادي سكاي لفريق جي كي مش عندهم الوقت الكافي 50 ثانيه متبقيه الكل اول مش من طرف ارهيت الثاني موجود في البولدوغ ارهيت ولكن داتشي عادلها الان يكون فاكر من طرفه اخر لاعب ماخي اول وساد داتشي هنا في ال 1 في 4 سيتويشن فوكس جيمنج المغربي عندهم اربعه امام واحد غيكون فيها كل من طرف سايكو غيكون فيها كل من طرف فوكس جيمنج هنا مساعدة هذا الفايبرز ولا حد هنا لكن انفستر يقتل كاكتوزيو الفلانك غير نازح من فريق فوكس جيمنج يتم استعمال لوك داون فريق جي كي ما عندوش مشكل انه يتراجع ولكن كليفرا يتخلص من ليفر 1 في توقيت رائع جدا ولكن لاحظ الفلانك اخر موجود من الفايبر من تيم فوكس جيمنج الان ولكن ينتظر في الوقت المناسب انه زملائه يبوش في هذا السايد دايم هانتر يتخلص من ارهيت بدايه قويه لفريق جي كي من البوست بلاند البيك موجود ممكن البري فاير انفستر يتخلص من سايكو كاسبر لان بالفلاش ولكن داتش وكاسبر بهذا الكروس فاير يتمكنوا من ايه داش من جانب اللاعب ايم هانتر يتم استعمال السيكلز كذلك ممتاز الى حد الان ممتاز الى حد الان طرف فريق جي كي تقدم نحو هذا البوم سايد بي فوكس جيمنج فوضى صعبه جدا البلايك او سبايك عايز اقول غيكون في البلان ياخذ فيها كيل اوبيراتور مستعمل هنا من طرف فوكس اي فر 1 غير مصور عشان فيستر يبحث على الفرصه ليكون فيها كلش مع فريقه والشمت هذه الفايبر مازال موجود في البوم سايد بي يحاول هنا الدفاع على هذا السبايك اوريدي بلان هذا الوقت يداهم فوكس جيمنج المغاربه هم سايكو يتقدم هنا وعنده الفاندم تاعه غيكون فيري كلوز هذه الفايبر الفايبر ديف ربما غيكون فيها كيل غيموت غيموت هنا مباشره وغيكون فيها مهدر على الكيل كابتوزيو ثرو ذا وول يحاول سايكو ياخذ الكيل الثاني والثالث يا سلام ولكن فقط مطاط لو ما يكون فيها جدي ربما كاكتوزيو ما يرحم شيء مانتر غيموت هنا 1 4 0 لفوكس جيمنج المغاربه يا كاكتوزيو انتظر في الرينج ولكن مثل كاسبر كاسبر ممكن يفوز بال 1 في 1 سايكو لو اتش بي ريبيك علاش يا سايكو الريبيك علاش يا سايكو المفروض تنتظر كاكتوزيو انه ممكن يحاول يتريد بيك معاك ولكن لاحظ كاكتوزيو يحلق مره اخرى ممكن يشوف في ساقين كاسبر لكن كاسبر مازال فول اتش بي هذا الفلاش محاوله بوش ممكن على يدي جيت داتش ريزركشن يرجع يمانتر على قيد حياه كاكتوزيو يموت على يد انفستر موجوده من فوكس يا بالضبط يرجعون نحو البوم سايت ادمون صعب جدا في 3 في 5 حتى 1 في 5 الان يبقى انتي بايريك الوحيد ان انفستر يقوم بها تريبل كيل السلقات لفوكس جيمنج المغاربه ممتاز جدا من طرفه الان هذه السكاي تو ديتكت البوشز يكونوا موجودين انفستر يتخلص من طيب ايوتك ارهيت كذلك يموت على دي ام هانتر ولكن فيستر يسمع في ستيبس عارف انه كاليفرا موجود هذا البينك كاليفرا سيموت ممكن بطبيعه الحال عليه راوند انه زملائه ماتوا
بالضبط تكون صعبه جدا الان. شوف اوه كاكتيزو نايس وان على فروانه يبقى هنا توفي فور كنت نقول توفي ينتظر الفرصه هو بسايكو عايز يكون هذا كافي ام لا يتخدم كاكتيزو يشوف الفاستر هيا بالفاركل الان توفي ديري موجود الفريق المغربي مازال ما قامش كل الجول الاخيره يجيك اليمنى على الفرانتينغ او ممتاز جدا من طرفه اوه بوزيشن ممتاز غيكون فيها بلان سبايك ولكن الان فيري لو سات كاسبر يكون فاستر الاسم تاعه الوول از ديسترويد من طرف كاكتيزو يبعثون عليها المغاربه توفي فور توفي تو لحد الان كاكتيزو ياخذ الكل هو يكون كلتش هنا كانوا توفي فور كانوا 2 في 5 حتى ولكن بهذا الايم تاعهم استطاعوا ان يقوموا بها هاتوفيتش مستمر الوقت يداهمهم كاسبايك يدور دي بلان ياخذ فيها الكل 1 في 1 هاي مادري ياخذ الكل بهذا الاوبيرت نتاعه يتقدم مع مارسيل كاكتيزيو نجد كيف بروفاسكو موجوده داخل طرف كاكتيزيو يا سلام كاكتيزيو يعرف كل شيء يعرف الداش اوت يعرف البيك ويعرف الفليك جي كي يريد ان يقوم بها وسكر لكن عريك موجود ليس الخط اريد غيموت يكون فيها 1 في 1 لحد الان التريد موجود من طرف الجي كي سبورت ولكن كاكتيزيو موجود ياخذ كل على ايم هانتر جد كيف بروفاسكو توزيو بيان الاوبريتر يقولوا لا 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 اي جاوبهم هنا هزمه مستعمل في 3 في 1 سيتويشن غيكون فيها انفورميشن على الدش اللي موجود في المطبخ موجود في الكيتشن متخدم عليه تي بايوريك يحاول انه يربط من الكت لا ما يحترمه وغيكون فيها كيف في الثواني القادمه هذا فيك بلانت ولكن في الاخير يزرع سبايك اللاعب سايكو اوكي بيس الراوند موجود من طرف فوكس جيمنج اوريدي بلانت هذا سبايك مبكر جدا انتري سريعه جدا من طرف الثعالب المغاربه والان يتم على جي كي ان يقوم بالريتيك سيكون هذا كافي ام لا من طرفهم الثعالب يموت انا ربما ولكن يفتر في ال1 في 1 ولكن افر 1 يعادل هنا 1 فور لحد الان هذا موجود سايكو هذا شات بالكليك الرايت كليك موجود الديفيوز موجود من طرف جي كي هل سيكون هذا كافي ام لا فوكس جيمنج فرصه صعبه جدا لا مش صعبه جدا صراحه 3 في 1 موجود على داتش وداتش يحاول فيها ياخذ الاول ياخذ الرمات الثاني غير ممكن سايكو يقول لا ماي جاد التيميت مستعمل من طرف سايكو اوه ماي جاد ام هانتر يخسر سايكو من اول التيميت نو التيميت فايت من طرف سابا 14 ثانيه متبقيه اسكاي عندها سبايك هل سيكون فيها بلانت ام لا يتقدم على استاذ انتي بايوريك هل يكون فيها بلانت ام موجود هل سيوقع كلفه الاول والثاني والان 4 في 3 هل 3 في 3 موجوده يا سلام في 1 ولكن غير ممكن رهيب 2 في 1 الان جي كي فوضي صعبه جدا دوتش يحاول يكون كلش لفريقه يتقدم نحو سبايك ولكن لا 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 كاكتيزيو يمس الكل 41 اتش بي متبقيه لاستاذ داش يحاول بهذه الجهه نتاعو داش حاول من طرف استاذ كاكتيزيو الروح موجوده غيكون فيها كان ممتاز البيك عنده مارشال ام هانتر ربما على ما يبدو لي يبحث على الرؤوس ام هانتر غيكون عنده ربما بيك على كاكتيزيو نعم ممتاز جدا نو بريد اوه فور وان وكمان اي اي دور صعب على فريق المغرب الان 2 في 5 موجود فور وان ياخذ الكل يبحث على انتي بايوريك انتي بايوريك ربما يكون كاس مع فريقه مع دي ارهيد ولكن سيكون كافي البلايند موجود من طرف هذا الحمام المتواجد من طرف جي كي مازال 5 مان سترونج امام دلتي فور وان يا سلام الريبل كان موجود من طرفه اريد يحاول ياخذ الاول ارهيد 1 في 5 الان 1 في 4 يدخل نحو البوم سايد اي ونس اجين عنده سبايك يبحث عن اخر 1 هيكون فيها بلاين من طرف الرينا هيكون ديستروي انستنتلي لير من طرف ارهيد بهذا الكيت جوي نتقدم ياخذ الثاني ارهيد يبعث الثالث ربما جي كي ربما يكون هنا فرصه صعبه جدا لا ذات يقول لا وين هي الان هيكون فيها بلانتينج لالي سبايك يبتعد عن طريقي من طرف الاستاذ كاكتيزو بمساعده الاستاذ ارهيد شوف انفستر موجود هنا يبحث على رؤوسه كاين انتي بايوريك شوف انتي بايوريك وينه في هذا الانجل غيكون موجود وغنشوف الفرصه ينتظر الفرصه انتي بايوتيكا يكون فيها 2 في 1 سيتويشن انتي بايوتيكا الاول غير موجود انفستر بالفليك يا سلام هياخذ الثاني ووب سايكو يعدل الان ولكن افر 1 موجود وكمان المساعده 2 في 4 موجود من طرف فور سيمينج ارهيد الرهيب ياخذ فيها كل ما زال 2 في 3 موجود هل سيفعلوها يا سبورت ارهيد وكليفر الان يبحثوا على منع هذا الديفيوز كليفر يتمكن اخذ كل على داتش ارهيد مش منضبط في هذا الكروس هير كاسبر يتخلص منه محاول ديفيوز مره اخرى كاسبر 2 في 1 كليفر يلعب في التايم كليفر يلعب في التايم الشولدر بيك موجود محاولة الديفيوز كليفر عليه لازم يقوم ماي جاد كليفر هل ممكن يجد فيه بيك او لا افر 1 فيه اجريسيف بيك يتخلص منها من تايم بايوتك هيد شوت ولكن تفيد من كاكتوزيو تاتش بيك الثالث سايكو يتخلص منه من هذا سبكتر 2 فور 2 ولكن لاحظ كليفر او ارهيد بوشن كليفر يبحث على كل ولكن يختبئ لاعب فريق جي كي بيك من تاتش تريد من سايكو تريبل من سايكو يبقى لاعب وحيد على قيد الحياه فريق جي الفايبر سبيت بتساعد جدا فريق فوكس جيمنج يا الان 2 في 1 موجود وفوكس جيمنج عندهم الادفانتج فيها فايبر سبيت فيها بلانتنج لي سبايك كي بوم سايت اي والان جي كي 1 في 2 والظروف صعبه عنده التيميت هذا الفايبر ولكن سيستطيع ان يكون كلتش ويقوم به في يا صراحه لا اظن انه سيستعمل التيميت تكون ضايعه جدا والان يتقدم من الهبل سيكون هذا كافي نعم هو هبط هو ينتظر هو يبحث ياخذ هنا اوه بعد الضويس موجود من طرفه ياخذ الكل الاول
الوساد ينفستر ولكن سايكو الكواد الركل موجود عمال انه تاتش كان يصر يستعمل الريزركشن ولكن كاليفرا يخسر هذا الدول مع افر وان الفلاش موجود باش يكون في بيك انا صايبه يعطيك هنا ولا افر وان انفستر يتخلص من الرهين فوكس جيمنج يطلع شلال في هذه الجوله كاكتوزيو لو اتش بي صايبه يعطيك ممكن يستعمل فلاش ريبيك ولكن سايكو المبدا اللي حكينا عليه كاكتوزيو يخسر حياته امام داتش تبقى 3 في 2 لان فوكس جيمنج يستحوذ على البيت ولكن صايبه يعطيك يخسر كده على افر وان ولكن تريدد من داتش سايكو يا سايكو في 1 في 2 جيبه ولا الشولدر بيك موجود ولكن فوكس جيمنج يحاول ينتظر في اي بوش او يحاول يقطف راس هذيك الجوي ولكن فريق فوكس جيمنج عارف ولكن ارهيف يخسر حياته امام هانتر حذاري جوله ستبدو صعبه بخساره هذه الكيل جوي الالتيميت من دون اي قيمه ولكن يتمكن من الاستحواذ على السايد اي فايبر سبيت وكاكتوزيو يضيف كيل على فروان اوكي انا وان فرون لحد الان انا بلايت ما زرعوا في البومب سايت ام طرف فوكس جيمنج المغربي موجود فيها تعلب من طرف كاسبر ياخذ بعض الانفورميشن مزال اخرى التيميت ممتاز جدا من طرف سايكو تكون صعبه جدا على الجي كي الاستحواذ على هذا السايت يتقدم على الجي كي يحبس على الفرصه كاكتوزيو موجود او ماي جاد انفستر هو مهدر ياخذ الفيركس كاكتوزيو ياخذ ثلاثه ولكن وراك كاكتوزيو الظروف كانت صعبه وانفستر هي الان 12 10 وغنوصل للراوند بوينت الجيم بوينت عايز اقول باي اوكي سايكو فانتوم كاكتوزيو عند الالتيميت ريتي ممكن نحسبه يعني نقول فول باي يعني سكينه ولايت شيلد مش فول باي يعني بتبيعت كاسبر او عفوا انفستر من ناحيه سنو مان انفستر يتخلص من سايكو بدايه قويه في هذه الجوله مهم جدا لفريق جي كي اوه مهم جدا هذا الكيل من طرف الاستاذ او لا مرة مني من طرف الاستاذ كليفرا الخناص بهذا الصوفه موجود هناك كاكتوزيو بيستكا كاين صدر احد من الكيتشن احد من السنومان اوه ماي جاد بيستي لحد الان اي مانتر الهانتر بهذه الكوسر بتاعه ياخذ فيها كيل مباشره غيكون فيها 2 4 0 لصالح جي كي سبورت ان فوكس جيمنج 29 كليفرا ياخذ فيها كيل هنا بالشوك تارت بتاعه فيها بلانت من طرف فوكس جيمنج سيستطيعون البقاء معنا في المباراه وربما نشوف نهايتها اوبريتر من طرف اي مانتر ياخذ فيها كيل كليفرا كتريت موجود هنا ياخذ فيها كيل ربما هو كمان 1 في 3 غير ممكن كيكا اسبورت جيكا وهذا هو اول راوند معنا يسموت هنا موجودين في الهافن اول كيل موجود من طرف الاستاذ الرهيت وفي في اللمسه هنا ينتظر ويبحث عن الفرصه ياخذون كيل كيمجي الاخرى كليفيرا ياخذ الكيل مباشره بهذه الشوك درس نتاعو ما ماتش ام هانتر 2 اتش بي هاتشيت موجود ياخذها وات ذا هيل ام هانتر فيش بي 2 هاتي الصحراء المغربيه لان ارهيت ارهيت امامه لعبه انفستر يتخلص منه يبقى لعبه ارهيت وارهيت بتريبل كيل لبدايه هذه المباراه على ثم ثلاثه لاعبين من فريق فوكس جيمنج توجدين في هذا السايد ايوه هيد شوت من ايم هانتر عندنا اي مشكل يتخلص من كاكتوزيو ممكن هذه الراوند تكون مكلفه ولكن صن سو فار مازال عندهم الوقت فريق جي كي يتقدم هنا انتيبيوتيك التشيس موجود من طرف الاستاذ ايمن اوه ماي جاد الكيل بالرايت كيك موجوده بعد الكلاسيك من الاخرى ام هانتر بس على اكثر من ذلك يكون عنده فيها كيل الدريبل كيل موجود ربما نشوف فيها ايس كاليفرا يحاول بالشوك دارس غير كمبات من طرف فريق جي كي ياخذ الاول ولكن تريد ينسد من طرف ايفر وان ولا نرهيد لازم يكون كلاش مع فريقه 1 في 3 في المصابيح يا سلام الفليك موجود 1 في 2 موجود من طرف رهيد 100 اتش بي 50 شيلد وعنده زيرو يوتيليتي ويتقدم نحو البومب سايت اي سيكون هذا كافي ام لا للكلاش مع فريقه سبايك زوردي بلاد هذا الوقت يلاهم يبحث عن الفرصه يتشكي جميع الانجلز جميع الكورنرز عنده بول دوكر هيت الفليك فيوز ولكن اليسار الفليك يكون موجود غير ممكن افر وان موجود هنا ويتنزل على سبايك لان من تيم جي كي يا زرع سبايك موجود من طرف جي كي سبورت وسايكو يتقدم لمساعده صديقه هنا في سيكر من طرف فريق جي كي غير يكون في انفورميشن السي تي في فريق فوكس جيمنج فيه التعالب الان سايكو لازم عليه يكون موجود مع فريقه لازم عليه يكون مع فريقه غير يكون خاصه ريلود عنده 10 رصاصات فقط ولكن ربما تكون 10 رصاصات كافيه من جهه اخرى توم بوزيشن ولا في الاحلام من طرف جي كي 4 في 3 عندهم الادفانتاج الكل صعب جدا على فوكس جيمنج الدخول هو هذا السايت الكل متجمع في نفس المكان غير فيها بيك اوه ربما يكون فيها كان ربما الكل 22 يوسف سايكو ياخذ بالكيل كليفرا تو فرون لحد الان التريت موجود 1 في 1 في 1 وكليفرا يتقدم نحو السايد عنده الانفورميشن في الهوكا يبحث على ثرو ذا وول هل سيكون هذا كافي ام لا قالوا استاذ كليفرا ممكن يكون فيها فيك من طرفه يحاول يتقدم فوال انفستر كليفرا التربل كيل موجوده من طرفه وغيكون كاس مع فريقه ولكن ما يكونش يشوفون في السكرينز فقط ما يشوفوش ولا شيء ما يسمعوش ولا شيء ينتظرون الفرصه للفوز على فوكس جيمنج اوه رايت بهذا سبكتر غريبه من فروان يا فيري فيري ويرد نشوف من جهه اخرى انفستر انفستر موجود ارهيت في الهوكا ينتظر الفرصه نشوف انه مازال هناك سبكتر يعرف ان ارهيت عنده ويبن مزيان يكون فيها اوه ارهيت لا يا ارهيت صعب يكون ارهيت حاب يستعمل ضربه السترايك ولكن ما كانش عارف انه بقيه لاعبين جي كي بوشتن كاكتوزيو
بيتخلص من ام هانتر بين شوت جميله بهذا الشريف دخول موجود من فريق جي كي لين على هذا السايد كاكتوز لحظه كان جميل جدا يقتل من هانتر هيفن يضيف الكيل الثالث لي في هذه الجوله فريق فوكس جيم هو خيار جي كي سبورت للكومباك في هذه المباراه من بعد خساره هذا التوران سينرو انفستر ياخذ الكيل الاول لابسايكو فايبر اغينست فايبر ويكون فيها كيل وتكون الظروف صعبه على الفريق المغربي 5v4 يكون عندهم ادفانتج جي كي وهنا ربما كان فيها ربما انفورميشن على كليفرا ينتظر عنده الانجل ينتظر عنده الاروز السهوم الصاعقه موجوده هانتر فيوري اوكي موجودين في التيم اوه من طرف صعيب اوه ماي جاد دائما ياخذ الكيل كاسيزيو عنده ظروف صعبه 3v5 موجود من طرف فريق فوق كيميك المغربي من جهه اخرى فير 1 يكون فيها سبايك بلانتد مباشره من طرفه كليفرا يتقدم يبحث عن انفستر ولكن التيميت موجود مش عندهم الفيجن الكافيه فريق فوكس كيميك يقوم باي شيء يتقدم هنا اوه سبايك من طرف كليفرا يبحث عن انفستر قريب جدا ولكن ما يسلمش الهدف نتاعو الفتره من جهه اخرى عنده فرصه انه يسوي بيك يسوي كيل شوف هنا في مصابيح كاشفول يتقدم كاشفول منطقه موجود من طرف الاستاذ كاليبرا يبحث عن فرصه او ماي جاد في الوان في سيتويشن هيكون منو بيك يتقدم مباشره غيشوف او ماي جاد سو جود الكيل اول موجود من طرف فوكس جيمنج قبل وقت تهمهم سبايك ريبلتد من المصابيح غيموت هنا مباشره الاستاذ كاليبرا ومن على يدي انفستر بهذا الفانتوم تاع ربما نشوف فيها سيف من طرف كونتي فايريك هيكون كلاس مع فريقه الكيل اول موجود من طرفه يبحث على الثاني ربما يكون موجود على انفكتر لا منطقه الشاور ولكن فريق فوكس جيمنج بتحرك سريع جدا ولكن دخول الداش موجود نجات ولكن كاكتوزيو بالسكيل الاول ينتقد فروان سايكو ذيف كيل على ام هانتر تريد من جانب داتش ولكن كاتوزيو يبحث على اكثر مازال جوعان على الكيلز هذا اللاعب حذاري السبيك مش يكون موجود ولكن ضايع جدا لحد الان كاسبر كاكتوزيو بالريبوزيشن من ناحيه اللامبس ولكن 16 ثانيه فقط تفصل فريق جيكي على زرع السبايك يفلاك من كاليبرا يدخل مستر وذيف الدبل داتش وحيد لازم يكلين اب ولكن انت هاي بيوتك اسبق منه وفريق فوكس جيمنج بعد الدامج من جهه اخرى هيكون انجيج ربما من طرف فريق جيكي نحو هذا الروم سايد بين اعتقد موجود الجناريد التيمت ولا في الاحلام وهذه قوه هذا البريمستون اريد الثاني موجود من طرف اريد يتقدم الى فريق فوكس جيمنج الثالث اريد يا سلام فوكس جيمنج 5v1 اربع جولات الى حد الان من فريق جي كي بعد ينافس ولكن البوش موجود عند هانتر هذه الطريقه التعسفيه ما كان ياخذ كيل على تاي بيوتك كاكتوزي ميس الشوت ولكن البوش موجود من ايام هانتر عارف هل في نو سكوب مجال كاكتوزي ولا اريد موجود في المساعده ولكن تريد من جانب اف 1 لحد الان بهذا الشارف اف 1 يضيف كيل بالشو ستوبر ولكن اب سايكو يتخلص من زميله داتش تبقى في 1 في 2 انفستر في الفلانك يعرف مكان سايكو يتخلص منه 1 في 1 موجوده كيل على يمينه ياخذ عليه عنده سبوك مساوي الان هيكون فيها فاصل من طرف فوكس جيمنج هناك هي ودرون موجود من طرف الشاورز هيكون بعد تريس بوكس انفستر يروح الوراء هيكون فيها كيل اول من طرف كاسبر ممتاز جدا مع فريقه هنا فيها درون انفورميشن تعطى على الباك سايت البومب سايت يا سلام اريتو سايكو ياخذون تشوكلز هنا يبقى 3 في 3 مستمر سبايك فينو فينو سبايك سبايك مع اريد هيكون بلانتد انستنتلي وغنشوف هي اجابه جيك يا يتنزع على سبايك من فريق فوكس جيمنج 3 في 3 انفستر ينتظر فيهم سموكس ينتهي وفي اللاعب كذلك اف 1 معاه موجود في بدايه ريتيك ريتيك سريع جدا على فكره موجود من لاعبي جي كي يحاول يكسبوا مكان هذا اللاعب ولكن يشوف سلاح انفستر يتخلص من اريد تاتش يتخلص من سايكو يبقى لاعب وحيد من فريق فوكس جيمنج اللي هو كاليفرا هل يجيب الكلاتش ال 1 في 3 سموك جميله جدا من داتش والبيك سايكو لين من اف اير 1 والديفيوز موجود وباي باي كالوب في الايكو راوند وبقيه لاعبي جي كي مازالوا ما تحركوش رغم انه فوكس ممكن يحاولوا اصلا يتحركوا من السي تي يتم زرع سبايك لين مش قادرين لاعبي جي كي انهم ياخذوا اي كيل كاليفرا يتخلص من اف اير 1 ولكن داتش دائما موجود في التريد من ناحيه لوكا وكذلك روتيشن موجوده من الفايبر من تيم جي كي ويبدا الريتيك يبدا الريتيك من طرف جي كي وسيكون لديك في املاء 4 في 4 مستمر في البوب سايد بي دمج مصابيح جدا على كاسبر هيز فيري لو تو اتش بي لحد الان تطلع لي ربما شوي ولكن مجال اخرى انفستر موجود في الهوكا عندهم ادفانتج في الويبنز فريق جي كي ولكن فوكس من جولدي بلانتا سبايك والوقت يداهمهم فريق جي كي لازم نعمل دخول كاتشوز يا سلام التري في جو مازال مستمر ادفانتج فوكس جيمنج هيز فيري لو يتقدم من الهوكا كاتشوز يو فوز اجين هيكون كاتش مع فريقه او ماي جاد ريلود كان اي مانتر بالاوبريتر ولكن فريق فوكس سبيشس وايم هانتر يتخلص من كاليفرا ولكن في بوش موجود لهم من ناحيه الهوكا حذاري ايم هانتر ممكن يصير عليك بوش ولكن الدبل من ايم هانتر داتش موجود معاه للتريد يتخلص من سايكو يضيف كيل اخر على تاي بايونتك ولكن ارهيت اسبق من ايم هانتر ياخذ الدبل كيل ارهيت يبقى 1 في 3 ارهيت في الكلاتش ارهيت الافي على اولاه مش يكون في فلانك موجود من هذا الفايبر 1 في 3 ارهيت اذا ينزل من الهوكا الان مش يكون في خطر اوه كاسبر ياخذ عليه الكيل فرصه كافيه ولكن لازم يعلم الدخول يدخل من فريق فوكس من الهوكا انتي بايونتك ياخذ الكيل رهيب من الشبيت على داتش ممتاز جدا يا سلام ولكن مثل اخرى شباب موجود من طرف جي كي الثري في فور موجوده هاري فوكس لما يتقدم انا في هوكا او ماي جاد كاسبر غيموت هيبقى فور في تو يزرع الاسبيت موجود التيمات من طرف الفايبر يا سلام الفاستر بالحق ياخذ كيل هو كمان يقوى في الثري في تو ادخل من فاستر فالريسكي ولكن فالار انت بايارك يا سلام جي كي اذا يخسر هذه الفول باي ريزو
ممكن نقول انه باي باي. الهاتسفيري موجودة كاكتوزيو بسبراي يتخلص من فيستر كان قريب ناخذك على فروان ولكن فروان اسبق على هيدي الالتميت ولكن فروان يتخلص من تاي بايونتك سبراي من الريتش ياخذ الكل على فروان سايكو ياخذ الكل على ام هانتر الدخول من اللامبس موجود البوش كاسبر يتخلص من سايكو تاتش يبحث على سبايك يبحث على بري فاير ولكن من دون اي كيل 2 في 2 ولكن سبايك في طريقه الى السايد بي يا سبايك موجود في البوم سايد بي من طرف فوكس جيمنج اوت بلاي ولا في الاحلام مره موجود من طرف فوكس جيمنج على هذا سبايك ام لا هنشوف محاوله ريتيك من طرف فريق جي كي والفريق المغربي التعالب موجودين هنا ينتظرون الفرصة ان البنت كان موجود على الهوك على اللونج صعبة جدا على جي كي وكليفرا واتا كان فلانكينج وعنده الجيميتر مثل كريمسون هيكون بوش كريمسون ارهيت يفوت بالوان في وان كليفرا يبيك عليهم ارهيت ياخذ الكل وكليفرا يكون موجود في التوقيت المناسب سيت اب ولا ممكن تكون السيريس بوينت انفستور يتخدم فيري اجريسيف ليبيا ذا سبكتر كاكتوزيو ياخذ الكل الاول على فروان كاكتوزيو الكل الثاني على فروان على داتش عايز اقول ويتخدم بسكاكين هناك حمامة من طرف الرسالة فايتش كاكتوزي اوريدي في القلب هنا على البوم سايد بي فوكس جيمنج 5 3 يوربا مسكوني هذه المباراة هنا هاي ما ترسم على القلب هاي جود كاكتوزيو تريبل كيل موجود من طرف اللاعب المغربي الفور موجود كاسبر فريق صعب جدا حمام ولكن